خلونا برضو ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن محمود حرب مدير منتخب الأولمبي لكرة القدم عبر الهاتف. يا كابتن محمود بصبح على حضرتك وطمنا كده على الأجواء عندك. صباح الفل، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ انا زي الفل، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده استعدادات عظيمه جدا قبل اجازه العيد وقبل اجازه طيبه باذن الله تكون على كل المصريين، فبنعيد على حضراتكم. ربنا يخليكي، شكرا جدا. زي ما حضرتك قلتي، احنا بنستعد لاولمبياد باريس ان شاء الله شهر 7 الجاي ان شاء الله. اول ماتش لينا هيكون يوم 24. احنا المعسكر اللي عملنا فيه مباراتين وديين مع منتخب كوت ديفوار، لعبنا واحده كسبنا 1-0، والثانية النهاردة الساعة 7 برضه في استاد القاهرة مع كوت ديفوار إن شاء الله. إلى أي مدى راضيين عن التوليفة اللي تم جمعها من اللاعبين فيما يتعلق بالمرحلة دي؟ إحنا دايماً بيبقى عندنا تحدي، بتحس إنه المنتخبات الأولمبية التانية لعبتها رجليها في الملعب وعلى طول موجودة مع فرق أولى، وإحنا عندنا بعض اللاعبين بيشاركوا قوي وبعض اللاعبين لأ، فكلمني كده لأي مدى راضي عن التناغم ما بين اللاعبين تحت قيادة مستر ميكالي؟ بصي، والله هو الحمد لله طبعا، يعني كان اول ما مستر ميكالي تولى المهمه كان عندنا مشكله كبيره جدا، ما كانش حد بيلعب خالص بقى، يعني ما كانش في حد بيلعب اللي هو ايام الاستعداد لايام بطولات كاس الامم، فدي كانت احدى المشاكل. مستر ميكالي بدا يشتغل وبدانا نجمع اللعيبه بعد بطوله كاس الامم بصراحه، وظهور المنتخب بشكل رائع، كذا لعيب بدا يظهر في النادي بتاعه فبداوا يلعبوا، فبقينا في تطور شويه ان بقى في عندنا مجموعه لعيبه بيلعبوا اساسيين في انديتهم، ومجموعه ثانيه بتشارك كبدلاء، وبرضه لسه عندنا بعض المشاكل، في ناس ما بتلعبش لسه، لكن الى حد ما بدانا نشوف لعيبتنا بيلعبوا رجليهم في الملعب ويتمرنوا مع المنتخب، بيتمرنوا مع انديتهم وبيلعبوا في الدوري، فدي بقت حاجه كويسه. بالاضافه ان في برضه عندنا 2 لعيبه راحوا المنتخب الاول مع كابتن حسام ابراهيم عادل واحمد كوكا، فده برضه يعتبر من مميزات مكسب يعني، ان هم يطلع لعيبه برضه المنتخب الاول. ده بكل تأكيد. طيب احنا بنتكلم عن ماتشات ودية تانية بيتم طلبها من مستر ميكالي من قبل الاتحاد، ولا تتوقع ايه حضرتك في خطتكم اللي انتوا راسمينها؟ بالفعل احنا عندنا معسكر تاني قبل الاولمبياد هيبدأ تقريبا من يوم 10/7، هي احنا ان شاء الله ميعاد وصولنا لباريس، المفروض يعني دخولنا في الـ في الـ في الـ في باريس الرسمي من يوم 18/7، تمام. فان شاء الله احنا عاملين معسكر من قبليها من 10 ل 18، هيتخلله مباراتين، اول مباراه اتاكدت يوم 14 مع اوكرانيا، والمباراه الثانيه هتكون يوم 17، لسه بالتفاوض بس على الطرف الثاني فيها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اعتقد ان حضراتكم بتتابعوا عن قرب الحاله الصحيه ونتيجه الاشعه الخاصه بنجم منتخبنا الاول مصطفى محمد، وده لان كان في اخبار كتيره جدا بتتكلم، حتى لو لم يكن الاعلان بشكل رسمي ولكن هو كان قريب ان هو يكون ضمن الثلاث اسماء اللي فوق السن اللي بيشاركوا مع منتخبنا الاولمبي. ف الى اي مدى حاسين ان انتم ممكن الرؤيه كلها بتتغير؟ متابعين الملف ده ازاي يعني في الساعات اللي فاتت؟ لا والله، في تنسيق مع دكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب الاول طبعا في الموضوع ده، احنا بنطمن على كل لعيبه مصر طبعا، وربنا يشفي كل لعيبه مصر ويبعد عنهم الاصابه، لكن احنا متابعين كل اللعيبه طبعا. مصطفى نجم كبير ونتشرف ان هو يكون معانا، لكن زي ما قلت لك ان شاء الله مستر ميكالي اول ما يديني الاسماء الثلاث لعيبه الكبار انا اعلن عنهم رسميا ان شاء الله. طيب اخيرا عايزه اعرف من حضرتك، انتم مخططين لايه باذن الله في باريس 2024؟ انا لما بشوف الصراحه بعض اللاعبين في لقاءات بحس ان هم عندهم حماس طيب جدا ومش عندهم استكفاء، بالعكس حابين ان هم يكونوا بيقدموا حاجه من هذه المشاركه، فعلى المستوى النفسي دي حاجه مهمه، وعلى المستوى الفني طبعا ان انت يكون عندك الامكانيات اللي توصلك لده، ولكن انا بتكلم على مستوى الروح، الموضوع ده حاضر فقربنا منه اكتر فيما يتعلق بتواجد حضرتك طبعا في وسط اللاعبين في كل هذه التوقفات والمعسكرات. بصي والله، ده مش كلام تلفزيون ولا حاجه، احنا من ساعه ما بدانا، انت عارف طبعا مستر ميكالي محقق ميداليه ذهبيه مع البرازيل في الاولمبي، فمن اول يوم قعدناه وهو قال انا جاي اخد ميداليه اعمل حاجه، وبصراحه الشعور ده وصل لنا كلنا كستاف مصري او لاعبين او اي حاجه، كلنا بقينا على يقين ان احنا ان شاء الله نروح وربنا يكرمنا ونجيب ميداليه لمصر ان شاء الله. ففعلا ده الرساله اللي هو قدر يوصلها لنا، ودي الرساله قعدنا نوصلها للعيبه، وبدانا كلنا نقتنع بيها ان احنا ممكن ربنا ان شاء الله
يكرمنا بمدرسة ان شاء الله. يا رب بإذن الله لكل مجتهد النصيب، فإن شاء الله حضراتكم تجتهدوا بإذن الله نكون بندعمكم على مدار البطولة وتقدموا كرة ممتعة ونتائج جيدة بإذن الله تكون بتشرف كرة القدم المصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمود، نورتنا وشرفتنا. كابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي لكرة القدم كان معانا عبر الهاتف، وده طبعا قبل ساعات قليلة من انطلاقها لمباراة جيدة ومهمة بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، مباراة ودية ولكن هي في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، نتمنى فيها كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الأولمبي.